ليلى اللي المغاربه كاملين تعاطفوا مع الحاله ديالها بعد ما تكرفص عليها الطليق ديالها، بعد ما شرملها الطليق ديالها بواحد الطريقه وحشيه، وللاسف الشديد لا زال حرا طليقا لحدود ساعه لم يتم القاء القبض عليه. حنا ما يمكنش لنا غادي نبخسوا من المجهودات اللي كيديروها رجال الامن، اكيد ان كاينه واحد المجهودات كبيره وجباره اللي دايرين رجال الامن في اطار البحث على هذا المجرم وهذا الوحش الادمي اللي كرفص ليلى. شفنا بعد بعض ردود الافعال ديال الاخ ديال الطليقه ديالها ولا ديال واحد الشهيد. بالله عليكم انا غنسولكم وغنسول الناس اللي كاينين معنا هنا، واش كاين شي مبرر يقدر يخلي شي انسان يدير شي وحده فحال ما هكا فهاد الوحشيه هادي؟ واش كاين مبرر؟ بالله عليكم واخا تحصل هاد السيده، انت كتقول حصلتيها وكتقول السحور وكتقول ما نعرف شنو، تطلقتو عاد بغيتي تنتقم. كنعرف انا شي وحده اللي حاصله عند راجلها ولا دايره شي مشكل راه كيكون في ديك الساعه ملي كيكون الزواج، كتكون في ديك اللحظه كتمشي كتبلغ السلطات الامنيه، ماشي تطلقات منك السيده وحنايا الطريق ديالها كيكتب في لي كومونتير غادي طلقاتني من عيالاتي بثلاثه وتزوج بها، واخا طلقك من سته العيالات من عشره د العيالات، واش كاين شي مبرر يخليني انا كراجل انني ندير واحد السيده كانت زوجة ديالي في يوم من الايام هاد الحاله؟ اكيد ما كاينش مبرر للعنف، ما كاينش مبرر للقتل، ما كاينش مبرر. الزواج راه ميثاق غليظ، وجعلنا بينكم موده ورحمه، فين هي الموده وفين هي الرحمه؟ فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فين هو المعروف فين هو الاحسان؟ المشاهدين الكرام للاسف الشديد هاد الطليق اللي دار هاد الحاله الليله راه مازال ما تشدش وباقي كيهددها وباقي كيهدد العائله ديالها. واش حنا في دوله ديال الفوضى ولا في دوله الحق والقانون؟ ما عرفناش امتى هاد السيد غيتشد تيصفيها لكل شيء تيقتلها. السيده راه خايفه، راه في لاكلينيك دابا وخايفه، كتقول لك اي لحظه يقدر يدير راسو غير من الزوار ويجي ويدخل عليا ويهجم عليا ويصفيها لي، لانه هو كيقول لي غنقتلك وغنقتل عائلتك ونقتل المغسل. كنبغي نشكر الطاقم الطبي اللي تكلف بالعلاج النفسي والمعنوي ولا بالضربات اللي في ليلى، كنشكرهم جزيل الشكر الدكتور تريكي والزوجه ديالو، شكرا جزيلا. هذا الشيء لعبت على النفسيه ديال ليلى. السلام عليكم اختي فاطمه الزهراء. حنا حاولنا الماكسيموم ما بغيناش ندخلوها البلوك في هذيك الفتره اللي كانت النفسيه ديالها شويه متوتره. حاولنا اننا مره كنعيطوا ليها كنسولها، كنا دايرين معها موعد على البارح، مي كان عندنا شويه ضغوطات داك الشيء ما قدرناش نستقبلوها. من اليوم جات عندنا ان شاء الله يكون خير، حاليا غنزلوها البلوك ما يكون غير الخير ان شاء الله. نفسيتها حاليا كنحس انها راها شويه الحمد لله على النهار الاول، وتنتمنى تكون هذه تجربه واخر تجربه ليها، غتقويها ما غتضعفهاش ان شاء الله. وتنشكرك انتي انا على هذا واجب صراحه، يعني انا بصراحه انا فخوره بك، يعني كمراه مغربيه يعني كتوصلي واحد الرساله ماشي سهل، واللي علينا حنا غنديرو، حنا في اي لحظه احتاجنا شي حد مرحبا بك، ما عندناش مشكل. كنت امراه مغربيه اللي تعاطفتي مع الحاله، حيت ما كيحس بالمراه الا المراه هي اللي كتحس صح. مي حنا اللي قدرنا ربي سبحانه وتعالى غادي نديرو ماشي بالجميل، مي حنا الحمد لله مسلمين قبل اي حاجه، جمعنا الاسلام وجمعنا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه اهم حاجه للانسان تخلي انه يعاون خوه المسلم. تنتمنى هاد الناس اللي كيديروا عيالاتهم هكا وطليقاتهم او كيما بغات تكون الصفه انهم يحاولوا يطريتو، ممكن تكون بنتو، ممكن تكون امو، ممكن يكون شي واحد اللي قريب منه يكون ولده كاع ماشي حتى مراه، يكون ولده، ممكن يكون هو نفسه يتعرض لهاد الوعي الشعور والمخدرات اللي كيديهم كيدير اي واحد. هادشي اللي نقدر نقول. الله يديهم ونشوفوا الدكتور. الدكتور شكرا جزيلا ليك، شكرا. تفضل تفضل حدايا بعدا، قبل ما غادي نهضر معاك غنربحوكم دكتور تونسي، راه حنا رابحينكم ها، غنربحوكم ان شاء الله ان شاء الله مربوحه. انت بعدا من ترجي؟ لا ما سبقتش. ها بغيتيهم يخسروا نوعا ما. تبارك الله عليك دكتور. اذا اشنو العمليات اللي غادي ندير ليها اليوم ان شاء الله؟ نزل على غرفه العمليات ان شاء الله، هي عندها كسر على مستوى العظم المحيط بالعين، هيوقع الترميم ورجع لمكانه، وفي بعض الجروح العميقه اللي فيه زاد قطع على مستوى القناه اللعابيه للغده النكفيه. نعم. اوكي ترميمها في نفس الوقت، وعندها بعض الجروح اللي كمان اللي في ايديها. اوكي شحال شحال خصها من عمليه؟ هي مبدئيا الان عمليه، دونك في انتظار الجروح هذه كيف تكون واضحه، يعني دائما الجروح تمر المراحل. نعم. وما نقدر نحكم على اي جرح كان الا من 4 إلى 6 اشهر باش تكون الحاله النهائيه للجرح في وضعيته، عاد نقدروا نحكموا عليه.
شكرا جزيلا لك. وانت كيبان لك ان النفسيه ديالها احسن بكثير ان شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله تبارك الله. غير واحد النقطه كنشكروا صاحب لاكلينيك ابن سينا اللي استقبل معنا ليلى وما قصرش معنا على يخطي الدكتور مهادي عبد الاله. حتى هو كان له الفضل انه فتح لنا هذا الباب باش نستقبلوا ليلى. يعني لولا احنا تمام ما نقدرش نتحركوا بوالا. هو دار مجهود الحمد لله. زعما لا يخطي حتى هو ما داروا مجهود اللي وجهوا حتى هما نداء في التعليقات. وغادي نشوفوا ليلى. ليلى الجميله ليلى والوحش. الله على ضحكه. عرفتي ما شفناش الضحكه هذه صراحه. انا الضحكه فاتني. كيف بقات النفسيه ديالك الحبيبه الحمد دي. لله بنتي ليا اليوم اجمل من اول نهار شفتك. لا خداك هادشي بالفضل ديال الدكتور تريكي والدكتوره ويديان يعني. وكلشي كيرجع لك انت يا لا كيرجع الله سبحانه وتعالى. حنا شوفي حنا قناه الشعب قناه شوف تيفي شنو كنديروا تنوصلوا الصوت ديال الناس شي حقوق المراه وشي مشكل حتى الولد ديالها كيعيش عامل نفسي اللي طبيعه الحال وليداتها وليداتها ما جا عندك حتى شي واحد حتى شي لا ما جا عندي حتى شي واحد حتى شي محاميه من شي جمعيه ضحايا العنف ضحايا الاغتصاب ضحايا اللي نهار كلهم فارعين لنا ريوسنا في التلفازه وكيتصوروا وحنايا في 8 مارس وحنا ما كاين والو حتى واحد ما جا حتى شي واحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني لولا الحمد لله تدخل ديال هاد لو ما كان ما كانش عاونت هيايا وهمايا ما كان حتى شي واحد غيتدخل. دابا شويه الحمد لله ارتحت. لا الحمد لله باقي النهار جيت عندي كنبوسك كنبوسك بلاصه اللي ما دارك. الله يشافيك الحبيبه ديالي. يعني انت باقي عندك هاجس واحد ان خصو يتعتقل. باقي كيتواصل معك؟ حاليا لا هاد الايام حبس هاد الايام حبس التهديدات حيت بلوكيناه كلنا حنايا غير بلوكيتوه قولي ليه ماشي حبس لا حنا بلوكيناه صافي ما بقاش. مشيتي درتي الشكايه ديالك ولا مازال؟ مازال كنتسنى قالوا لنا تديري العمليه. تديري العمليه باش تجيبي لهم واحد الشهاده طبيه اللي كتثبت العجز اللي عندك. هذاك الشيء. عاد ديري الشكايه ديالك. ندير الشكايه. اذا حنا كنتمناو ان يتم القاء القبض على هاد الشخص اللي دار الليله هاد الشيء في القريب العاجل باش ترتاح 100% باش عائلتها. دابا انت عايشه في الرعب في الرعب. انا راه ولدي ما كنخليش شي يتسخر حدا دارنا ما كنخليش كنخافو يجي يدي ولا شي حاجه. فقرايته ما بقاش كيمشي قولي اصلا ما كايناش القرايه كاين الاضراب. دابا حنا حبسنا قولي كاين الاضراب بعدا اصلا ما كايناش القرايه. كيفاش حتى واحد ما الى هاد لا محمد رسول تبغي تسمحي ليها ليلى الا جا عندك ما نسمح ليه ما عمرني نسمح ليه. قال لك سمحي ليا ما بقيتش نعود وانا غير كنت وانا ما عمرني نسمح لي على الحاله اللي دار فينا. ماشي عافيه راه في عائلتي في ولدي. ولدي راه هادشي هذا الاسكري اكثر يعني الصغير مازال الكبير راه صابر شويه احيانا راه فاش شافني هكا عنقني عنقني كيترعد. اشي كنحس بقلبه كيترعد من الداخل ولدي الكبير. ما انا وليداتي الله تعلمتي درس من هاد من هاد التجربه شنو بغيت تنصحي الفتيات المقبلات على الزواج النساء اللي كيطلقوا اللي بغات تعرف على شي واحد؟ واش تثق في شي واحد؟ ثقه حيت انا كون ما عاودتش ثقت فيه ما كانش غنمشي نرجع نزيد نجيب الحوايج غنقول صافي دبرها. ماشي ما تعاودش تثق في شي واحد. هي الثقه الا ما كانتش في الحياه ديالنا راه ما غنعيشوش. تعرفي في من تثقي؟ هذاك الشيء اللي كاين. حيت ما يمكنش واحد فيت مكرفصني خمس شهور وانا معاه هو العصا وهو ضاربني وهو مهرسني وهو بزز باش طلقني ويقول لي اجي اجي عافاك تاخذي حوايجك راه حتى شي حاجه ما كاينه ونعاود نمشي عنده. انا ثقت صافي قلت راه بصح كيهضر هكاك راه واحد قال لك راه كنت غندبح موت ولدي. يعني دايما كيبغي يبين لك دوك انا كيسحب لي غير كيهضر وفيت سالخك ليلى وما فيت هز عليك الجن وفيت مكرفسك ما كايناش شي حاجه سميتها عا كيهضر اللي كيهدد يدير بصح ديال انا كنت دغيا كنسمح ليه دغيا. اذا هذا هو الرساله اللي بغيناك توصلي لاي امراه كتعاني من التعنيف العنف الزوجي. سمح بصح فاش تشوف المره الاولى تشوف داكشي ماشي هو هذاك تحبس ما تنازليش ما تنازلش صافي حيت المسامحه ديالي معاه بزاف هي اللي وصلتني معاه هكايا. غنسولك كامراه غنسولكش اليوم كطاقم ديال المشكل. انا ما نقدرش نجاوبك على هذا لاني في حياتي ما تحنفت ما عنديش تجربه. مي انا كنشوف ناس بزاف عند البنات المشكل اللي عندهم ان اي واحد كيجي عندها حبيبه ديالي ناقصهم الحنان الاسري. اللي ناقصو حنان اسري دائما كتلقاي انه كيتعرض لهذ المواقف. ما معنقاش باها وما معنقاش ما عندهمش ناقصين حنان اسري وعاطفه ديال الاسره. راه حاولوا
تفهموا وليداتكم، حاولوا تفهموا بناتكم، ماشي الا زنيرتوهم وخنقتوهم في الدار راكم صافي، راكم حبستوهم ما غيديروا شي حاجه خايبه. بالعكس راه هذاك الخنقه، هذاك الزيار، هذاك انت يا لا حيت بنت ما تخرجيش، لا نخرج مع بنتي ونكون صاحبتها، نقربها من الحياه الاسريه، لان الحياه الاسريه راه كومبليكي. حتى المراه اللي ما عندها لا مستقبل لا خدمه لا صالير كتبقى كتهضر بزاف ديال الحوايج، ما فين غنمشي لدارنا. فوالا لا نكون في امراه وراجل، حيت المجتمع حاليا خص المراه تكون نصها راجل برا ومرأة في الدار، ووليداتنا محتاجين مرأة قوية. تتعني في اللفظي؟ لا هذا تعني في اللفظي، حنا كنسمعوه يوميا، كيبان لنا كتكوني غادا في الشارع شي واحد غادا مرات وحدها كتسمعي كيعير ولا كيسببها على الدواطر. وهي راضية ماشي راضية، ربما كتخاف انها ترجع لعائلتها وما يقبلوهاش. هذاك الإدعان يسمى إدعان في بعض الأحيان. كاينه شي مرأة كترضى انها تعير قدام وليداتها ولا تعير قدام عائلتها؟ البروبليم فين؟ ان كنقولوا سيف ذو الحدين، كتخاف ترجع عند العائله يقول لها حنا صيفطناك بلا ولاد، كيولي عندها وليدات كتقول لك غنصبر على قبل ولادي تنوصلهم، وهي راها المسكينه كتموت نهار على نهار، كتقول بعدا رباهم هازهم. كما كان غير رجع عند لافامي كتلقى خوهم خوها مجوج ولا عنده مرات وما قابلاش ليها مثلا اختو تجي عنده، فهمتي؟ حنا ما عندناش هذاك ولا بحال ليلى مطلقه وما نعاودش نطلق. كنشكروا بعدا كاينه خوها واختها اللي الله يخليهم ليها، الله يخلي ليها الاخ ديالها سي حسان دي صراحه من اطيب خلق الله، ولا الاخت ديالها اللي مساكن ما فرقوهاش. وقفوا معايا هادو، هادو الحب. وقفوا معايا ديال بصح بصح، اللي خدك عليهم اللي خدام عليك. شتي اللي ما كيسمعش الهضره ديال دارهم؟ ليلى القلب ديالي، اجي الحبيبه ديالي، القلب ديال ليلى الطيب هو اللي جاب لها هذا الشيء، حيت ملي لاحظات وعرفات بانها انسان مجرم من الضربه الاولى اللي ضربها، كنقول لها ليلى بعدي منه، وهضرت معاه هو قلت ليه انت كراجل وهذا راه ماشي مشكل، ماشي كرهناك ولا هذا، ولكن انت راه غتادي اختي الا بقيتي معاها، حيت هو شنو المشكل ديالو؟ هو تزوج ثلاثه العيالات، حتى شي وحده ما دارت ليه داكشي اللي دارت ليه ليلى. ليلى كانت قال ليها اشنو المشكل ديالي تطلقت، هادي ما كانش كدير ليا وهادي ما كانش كدير ليا وهادي ما كانش كدير ليا، وديما هما اللي ما مزيانينش هو اللي مزيان. هادي كانت الاخرى، صورها صورها بالفولار هكا وما لابساش مزيان، قال لها شوفي هادي كيفاش لبسها، وكتلوح ليا حوايجي ملي كنرجع من الزنقه كنلقاها لي حاليه حوايجي ونعسها هي ولدها وساده غزات فيه، فهمتي؟ ما كانتش عارفه ليلى. ملي مشات ليلى قالت هذا الشيء هو اللي كان كيعاني منه، انا نديرو ليه نعطيه مسكين داك الشيء اللي كان محروم منه. علاش؟ حيت هي ملي طلقات المره الاولى وشافت الزنقه ما قدرتش عليها، ملي لقات هذا قال لها غادي نكبر معك ولدك، قالت الحمد لله. الحمد لله. هي جلست معاه ليلى، مع العلم ان طليقها عمره ما قال، قال لها حتى عمره ضربها ولد الناس، ما عمره ضربها. وليلى ما كبراش بالعصا، ليلى با الله يرحمه كان كيقول لنا الا طرات شي حاجه في بنتي، كان مسكين مرض ملي بدات كتكبر كيقول لنا طرات شي حاجه في بنتي نموت. ليلى كبرات عزيزه بزاف، وهي ماشي غير اختي، هي بنتي، هي بنتي بنتي، وقلت ليها فوتي، وهي كتسامح مع مورايا وكتعيط لي وكتقول لي عافاك احسن اختي، عافاك احسن اختي، راه انا ما قداش على الزنقه غنبقى انا ما قداش على الزنقه، اقسم لك بالله. علاش غتمشي للزنقه؟ اقسم لك بالله. على مالك انت؟ علاش اختي غتمشي للزنقه؟ على مالك عندك صنعتك تبارك الله كوافور، علاش غتمشي للزنقه؟ خويا ما خلاش تخدم كوافوره، خويا كان ضد كوافوره. واختي اللهم نضرب خويا ونخدم داك الشيء اللي بغيت ونستقل وغيشوفني خويا مزيانه وغيبقى معايا وما بعدا ما غيضربني ما غيقتلني، ولا نبقى مع واحد الانسان. على خوك ما بغاكش تكوني كوافوره رضى عليك تاخذي هذاك، حيت خاف، حيت خويا كيخافوا خوتي، تيخافوا من الهضره، تيخافوا من هضره الناس، وهي اللي وصلت هكا. وانا على مال الكوافوره؟ على مال الكوافوره؟ خدمه شريفه، تحيه الكوافورات، تحيه النقافات، تحيه المزينات. حيت شحال هادي فاطمة الزهراء، حيت ماشي بحال دابا، دابا راه ولاو صالونات محترمين وهذا، حيت ليلى خدات الدبلوم ديالها شحال هادي، وخوتي قالوا ليها لا 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 لا، شوفي كانت فكره، هي عندها 17 عام. افكار ماشي عند خوك، عند بزاف ديال خوتنا. كاينين بزاف المهن كيشوفوا بانهم مهن غير اخلاقيه، مع العلم ان الحمد لله كاينين كوافورات كابابل ولا ليات يوم ولاتي، وداروا صالونات ديال التجميل، وداروا حمام
الحمامات وداروا تبارك الله وعندهم الوليدات راه لك كنتي كتحترمي راسك راه واخا تكوني ما كنتيش كتحترمي راسك واخا تكوني مرت الراجل وبركه في دارك وما نعرف شنو اللي ما كتحترمش راسها ما كتحترمش انا الوصيه اللي حيت ليلى ما كتقدرش تعبر الوصيه اللي نوصي البنات العيالات كلشي اي وحده شافت شي واحد ما مسلكهاش او عنفها من الضربه الاولى تاخذ القرار ديالها وما تراجعش فيه ما تحنش لان هكا غيطرى ليها لان ليلى من الضربه الاولى ما خلى باش حذرها ورجعت وانا كاختها كبر منها قلت ليها هادشي ما مسلكش ومورا رجعت الاولى والثانيه والثالثه راه قالتها الحبيبات ديالنا العائله بعض المرات كتبغي تهربي من لونطوغاج كيكون خوك مزير وكتكون عائلتك هو راه باغي لك غير الخير وكيخاف عليك وهي كتشوف واحد النظره اخرى ليلى هي اللهم محمد رسول الله حيت هو كون شفتوه غادي نتيقوا ولكن ما تيقتيش انتي شوفي انا في الاول فاش يلاه فاش قبل ما يضربها بان ليا مزيان ملي ضربها اول ضربه كانت بكلامونيت فكرشها هنا وتمسحات هذيك التصويره اللي كانت عندي وصيفطاتها ليا قلت لها صافي حبسي وهو عارف هو كان كيطلبني وكان كيبكي عليا في التليفون باش نرجع عليه كيبكي شدك راه قلت لك كان كيبكي كنت قاس ليها الكلوه كان كيبكي انها رجع لي وهو راه لا سمعني غيعرف ان هضرتي صح تيبكي باش ما تمشيش للمخزن لا قبل فاش كانت كتبغي حيت هي خمس شهور كانت في البيد يعني ما حد جلست معاه بدات كتعرفوا على حقيقته خمس شهور كلات فيها بكلامونيت كلات فيها بكلامونيت لانها ما بغاش دير معاه داك الشيء اللي بغى داك الشيء جلسات ديال الزنقه عمرنا حنا ما فهمناش هذاك الشيء ورفضات هي بنت عائله محافظه لان هي فاش يقول لك كدير شيشه هي راه كان عندها في الصدر كان عندها مرض الصدر ما قدراتش عليه كان عندها السوليه باقي الاثر ديالو شفناه في الاسكانير ديالو باقي دونك ما يمكنش هاد السيده دير الشيشه وملي ما قدراتش عليه ضربها بالكلامونيت وهكا بدات كتجي التهديدات بالسلاح الابيض لدرجه انا ما كنعش وغنخليو ليلى ان شاء الله تطلع للبلوك باش دير العمليه ديالها واكيد غادي نتواصلوا معكم باش نشوفوا الحاله الصحيه والنفسيه ديال ليلى فين وصلت كنبغي نشكروا مره اخرى جزيل الشكر المصحه اللي غدار فيها العمليه وايضا الدكتور والزوجه ديالو اللي واقفين وحاضرين تنشكرهم جزيل الشكر الى اللقاء في بث اخر باذن الله.